بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحب نوريكم معلومة أو نقول لكم معلومة على الموتور هذايا بالذات تي سي، على مشكلة الكور بابيون بتاعه اللي هي الفراشة هذه، أحيانا توقف عاش تخدم، وطبعا غالية، هي مش رخيصة، غالية غالية بجدا بجدا يعني غالية. نقول لكم اللي هي نتاع البولو تمشي لها، انما مش نفس الخشن هنا في الواحد، يعني تمشي لها باش تجرب، مش كي باش تركبها رسمي هنا، مش نفس الفتحه، اما تمشيها وتنجم تجرب بها وتنجم تعرف اللي هو الديفو منها، لان هذه رخيصه مش غاليه، مش كيما هذه غاليه. يعني هذه معلومه باش يعني على الاقل تنقذ بها نفسك وقتيا اللي انت تشري هذه. طبعا وهذه لابد من تغييرها، يعني خاطر هذه ما تمشيش معها، هذه جست يعني تجربه باش تعرف اللي هو الديفو بالحق منها ولا لا. يعني نتاع الديجنوستيك يقول لك لا، راي الفراشه والكور بابيون هي اللي المشكله منها. طبعا هذه مش رخيصه باش تشريها، تولي تاخذ نتاع بولو اذا كان عندك او تتسلف نتاع بولو هذه وتجرب فيها في نفس المكان، تركب وكل شيء ونفس الفيشه وكل شيء، انما مش نفس اللي خاطر التيربو يولي ما يخدمش. انتو كما يجيش الكرومه صحيحه والمكان صحيح، التيربو يولي ما عادش يخدم هذه. فتنجم تجرب بها مؤقتا، تجرب بها وتاخذ بها فكره باش على الاقل هكاك تشري وانت مطمن. احنا اش عملنا هذه؟ قال نتاع الديجنوستيك فيها كور بابيون مش له، جبنا كور بابيون نتاع بولو 6 هذه وحطيناها، خدمنا بها ومشينا بها لاباس، جاوب ما في حد شيء، ومعناتها المفروض المشكل منها. ولينا تو جبنا واحده اخرى من الكاس، شرينا كعبه اخرى جبناها وركبناها نتاع هي رسميه، لان قلت لكم زي ما قلت لكم الجورج مش كيف كيف، يعني الواحد مش كيف كيف، شرينا لها واحده وجبنا ركبناها، وتو باش نخدموها ونجربوها ونشوفوها شنو حالتها. خدم عليه هذه البطارية بتاعها بدات تبلع شوي، سكت عاود حل خدم. هذا كنت تسمعوا فيه، هذا مش كل بطارية، راه البطارية نتاعها بدات تتعب، هذه يا اما من الرقاد يا اما هي انتهى العمر نتاعها، لان الكهرباء راكده، هي عندها مده توا، يعني وقت الصوت تسمع صوت كيما هكا في كهرباء في سياره الكترونيه تكون ضعيفه هكا، راهي البطاريه هي المشكله، يعني ما تعاونهاش باش تخدم اكسلير. يعني صافا به تو هذه في الكور بابيون هذه نتاعها القديمه ما كانتش اكسلير بكله، وما كانتش تشد الرونتي، ديما كانت تخض داخل بعضها، ماهيش مرتاح. تو هذه يعني باش نمشوا بها نجربوها، في نفس الوقت نجربوا البطارية، اذا كان المشكله نتاع البطارية اذا كان تحسنت في المشي اوكي، ما تحسنتش لازم تتغير، لان يعني ممكن تكون عندها مده ما غيروهاش. هذه يعني معلومه باش تستفادوا بها، لان الكور بابيون هذه الصغيره تمشي بها مش ما تمشيش بها، لكن ما تخدمش التربو. هذه معلومه حبيت يعني نفيدكم بها. هذا كان تذكر الموتور هذا هو اللي كان معبي بالزيت، قد يكون الزيت هو اللي كان سبب في خراب الكور بابيون هذه اللي هي الفراشه، او هي نفسها عمرها انتهى، يعني من المشكلة. هو بينا غيرنا لها الشمعات مره واحده، وغيرنا لها الخيوط نتاع الشمعات كانوا حتى هما نص نص غيرناهم، وهي شوف فيها الحمد لله تخدم لاباس، شو كملوها توا، وان شاء الله تنفعكم حالكم هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلالي عليه.